تقول: أديت فريضة الحج والحمد لله، ولم أرمي جمرة العقبة بسبب الزحام الشديد، ووكلت زوجي ليرمي عني، وأثناء رمي باقي الجمرات كنت مريضة، فرمينا بعض الأيام ولم أتمكن من الرمي في بعض الأيام الأخرى، فرمى عني زوجي، فهل علي شيء في ذلك؟ أفيدوني مأجورين. أما الأيام التي رمى عنها زوجك وأنت مريضة فرمه مبتدئ إن شاء الله تعالى، وأما الأيام التي رمى عنك وأنت لست مريضة ولكن تخاذل الزحام فإن الزحام لا يستمر، الزحام يكون في أول وقت الرمي ثم لا يزال يخف شيئا فشيئا إلى أن ينعدم بالكلية، فلا يحصل الزحام، وإن كان يحصل مثلا عشرات أو مئات من الذين يرمون الجمار لكن هذا لا يحصل به الزحمة التي تمنع من القيام بواجب الرمي. وعلى هذا فيكون توكيل الزوج في هذه الحالة لا يجوز، بل ينتظر حتى يقف الزحام ثم ترمي المرأة بنفسها. وأرى من الاحتياط لهذه المرأة أن تذبح فدية في مكة توزع على الفقراء هناك، فإن لم تكن واجبة فلا شيء عليه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.